وفي موضوع آخر، فإن الرسائل المنشورة على مواقع التواصل ويناشد أصحابها التبرع بالدم لحالات بعينها ومرفقة بأرقام ملف المريض في المستشفى أو رقم هاتف تبرأت منها مختبرات بنوك الدم في السعودية، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة المدينة عن مشرف عام مختبرات وبنوك الدم بالمدينة المنورة الدكتور علي خيمي. فوفقا له يمتلك بنك الدم مخزونا كافيا لتغطية حالات الطوارئ. الصحيفة حددت حالات يتم اللجوء فيها إلى ذوي المريض لتأمين متبرعين، منها المريض الذي يحتاج لعمليات اعتيادية غير طارئة أو في حال أن الدم من الفصائل السلبية. على كل، للحصول على معلومات أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من جدة مساعد مدير إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة جدة محمد المصري. أهلا بك معنا يا محمد. خليني أبتدي وأسألك، يعني بشكل عام لما نشوف هذه الرسائل على مواقع التواصل هل لازم نصدقها ونتعاطف معها، ولا بحسب هذا النوع من التحذير اللي نشرته الصحيفة أنه لا لازم شوية نشك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة تمام الرسائل هذه تمام بتجينا إحنا تمام كلنا، فهي مش إنه إحنا تمام نلغيها تماما، هي قد يكون بعضها صحيح ولكن في المجمل فهي احتمال تكون إنها رسائل مبالغ فيها. فبدورنا إحنا بنقوم بالتحقق، ومن ثم تمام إنه بنجد إنه أحيانا هذه تمام عبارة عن رسائل قد يكون نوعا منها استجداء عطف المتبرعين، إنه والله بنوك الدم فعلا ما عندهم مخزون ولكن يعني بيكون متوفر في بنوك الدم. طب بس بشكل عام هل ممكن انه مستشفى، لانه يعني بتتنشر اسامي مستشفيات حتى كبيره ومهمه، فهل ممكن المستشفى يطلب من الاهل ويقول لهم اطلبوا على مواقع التواصل انه مثلا اي احد يجي يتبرع وهذا ملف المريض؟ لا، هي المفروض انها يعني يطلب من الدم من ذوي المريض في حالات تمام معينه، وهي عباره عن عمليات مجدوله مسبقا لتوفير تمام كمية معينة تمام احتاجها المريض سواء تمام قبل العملية أو حتى بعد العملية. الشيء اللي أحب نوضحه أنه تمام طول ما أنه كانت الحالة حالة طارئة فيتم توفيرها من بنوك الدم وما بيكون تمام فيها أي نقص. الشيء اللي تمام الناس لازم يعرفوه أنه صلاحية الدم هي تمام صلاحية تمام معلومة، هي 42 يوم، فما فيش يعني مصادر أخرى تمام للدم غير هو المتبرع. فلما يلجأوا تمام المستشفيات انه والله تمام يا اهل يا ذوي المريض وفروا لنا تمام عدد متبرعين، فهذا للحفاظ ايضا تمام على مخزون وحدات الدم تمام في بنوك الدم للحالات الطارئه. يعني بس نحن لما بنشوف هذه الرسائل بنحس انها مساله حياه او موت، وانه لازم الكل يتوجه بسرعه للمستشفى لانه ما في دم. مجملا الرسائل تمام يعني بتكون بتدي الايحاء هذا للمتلقي. فإحنا بدورنا أحيان كثيرة تمام بتوصلنا دي الرسائل وبنقوم نتأكد منها، يعني أنا واحد من الناس اللي بتوصلني رسائل كثيرة من بهذا الشكل، فنقوم نتصل بالمستشفى للتأكد تمام إنه والله هل فعلا الحالة طارئة تمام وتحتاجوا إنه والله تمام نساعدكم. فبنلاقيها إنها لا، هي عبارة تمام عن عملية مجدولة، قد يكون المريض حتى أوريدي عمل العملية ولكن هذا للتعويض. نعم. يعني تمام لمساعدة إنه والله تمام المستشفى مخزون الدم عندها ما يقل. طب يعني إيش الحالات اللي لا سمح الله ممكن ينفذ فيها الدم من مستشفى؟ هي عبارة عن مواسم تمر علينا تمام، يعني أتكلم يمكن بشكل خاص يعني في جدة في منطقة مكة في المدينة، هي تمام مواسم العمرة ومواسم الحج. مش ينفذ ولكن يكون في تحكم أكثر تمام على الأرصدة، لأنه بيتم تزويد المشاعر تمام بوحدات دم، بيتم تزويد أنه لازم يكون عندنا مخزون كافي تمام في حالات الطوارئ إلى ما تنتهي تمام هذه الفترة سواء موسم العمرة أو الحج. ظروف استثنائية الدم بيكون نعم، لكن على مدار السنة تمام في وفرة كاملة تمام من الوحدات، قد يكون بعض الفصائل تمام أنه يتم النقص فيها ولكن يتم تعويضه عن طريق أصدقاء بنك الدم اللي هم أرقامهم وكانوا متبرعين بصفة مستمرة في بنوك الدم فيتم الاتصال بهم للتعويض. نعم، وإحنا دائما يعني بنشجع الناس أنه يروحوا ويتبرعوا. أكيد. كمان دائما بنشكرك على وجودك معنا وعلى توضيح هذا الموضوع. كان معنا من جدة مساعد مدير إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة جدة.